السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسلامة وسعادة وافضل حال يا رب. معاكم المستشارة القانونية امينة سيد. هنتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا جدا، في ناس كتير قوي بتقع فيه وبتسأل فيه هنعمل ايه، او نعرف حتى ازاي يا استاذة ولا يعني بتبص تلاقي كده ناس ما بتبقاش عارفة ايه الاجراء اللي ممكن يتخذوه او ايه الحل اللي ممكن يعملوه. طيب ايه الحل ممكن يعملوه في ايه يا استاذه؟ اقول لك، لو انت زوج متزوج وحصل انفصال وانفصلت عن مراتك وطلقتها وهي معاها اولاد منك وتمكنت من مسكن تمكنت من مسكن الحضانه لو مسكن الزوجيه وطبعا معاها الاولاد، بعد فتره بتبقى عايزه تتجوز وطبعا بتخاف ان هي تفقد مسكن الحضانه وبتخاف ان هي تفقد حضانه اولادها، فبتضطر للجواز العرفي. متجوزة حضرتك وليكي معاش من طليقك اللي فات او ليكي معاش من والدك، فعايزة تتطلقي من زوجك حاليا وتكتبه عرفي. والموضوع ده بيحصل كتير جدا جدا جدا، بنبص نلاقي ناس بتطلق وتقول لك احنا هنتجوز عرفي عشان نقدر ناخد المعاش ونسترد معاش والدنا، نسترد معاش طليقنا، هكذا ايا كان نوع المعاش بتاع مين، بنلاقيهم اتطلقوا بشكل رسمي واتجوزوا بشكل عرفي. طيب يا استاذة نعمل ايه هنا؟ او انا اصلا اعرف ازاي ان انا زوجتي متزوجة عرفي، او اثبت، انا عارف ولكن اثبت ازاي ان طليقتي متجوزة عرفي؟ طيب اول اجراء بناخده ان حضرتك بتتكرم وتوصل لمركز مركز الشرطة او اسم الشرطة اللي حضرتك تابع ليه، وبتقول انا عايز اعمل محضر اثبات حاله. بتعمل محضر بايه يا فندم؟ محضر بان في شخص ما بيتردد على مسكن الحضانه اللي طليقتي متواجده فيه ومعاها اولادي، وادي صوره بطاقتي قسيمه او شهاده الطلاق اللي بيني وبينها، صوره من شهادات ميلاد اطفالي او صوره من شهاده ميلاد ابني او بنتي. يبقى حضرتك بتتكرم توصل لاسم شرطة المنطقة اللي حضرتك تابع ليها، بتديهم صورة بطاقتك، بتديهم صورة من شهادة ميلاد أطفالك أو ابنك أو بنتك، بتديهم شهادة الطلاق اللي تثبت إن هي كانت زوجتك في يوم من الأيام وحصل انفصال ما بينكم، تمام؟ بتبدأ تعمل محضر إثبات حالة بهذا الشكل، وبتقول فيه انا عرفت ان في شخص ما بيتردد على مسكن الحضانه او مسكن الزوجيه اللي طليقتي مقيمه فيه ومعاها اولادي. طيب هل يا استاذه هنا المحضر ده بياخد رقم جنح وبينزل جنح؟ اقول لك لا، المحضر ده ما بياخدش رقم جنح خالص ولا بينزل جنح. المحضر ده بياخد رقم اداري وبيروح النيابه وبيتحفظ في النيابه، بيتم حفظه في النيابه. طيب هل معنى كده ان انا حقي خلاص ضاع؟ هل معنى كده ان انا خلاص طالما المحضر اتحفظ مش هقدر اثبت زواج طليقتي العرفي واسترد مسكن الحضانه واسترد حضانه اولادي؟ اقول لك لا، بنبدا نعمل احنا حاجه اسمها تظلم للنيابه الكليه، تمام؟ وبنقدم طلب تظلم للنيابه الكليه، بنقول فيه احنا بنتظلم من قرار حفظ النيابه في هذا المحضر، ومحتاجين المحضر يروح الاستيفاء او يتراجع تاني ويتبص فيه من تاني، ده بالشكل البلدي يعني، يتبص فيه من تاني وينزل تحريات، حد ينزل يشوف الدنيا ايه ويتحرى عن الشخص اللي بيتردد على مسكن الحضانة. وهو ده بالفعل اللي بيتم لما النيابة العامة بتصدر قرارها بإحالة المحضر للاستيفاء. بيبدا حد من الاستيفا ينزل المنطقه، بيبدا يسال الجيران. طبعا بالبديهي جدا ان انا لو زوجه متزوجه سواء بعرفي او رسمي، ان الجار بيبقى عارف ان ده زوجي او ده جوزي اللي طالع نازل رايح جاي، ده جوزي. انما بقى رسمي عرفي ايا كان نوعيه الجواز محدش بيعرف بيها. فلما بينزل حد من الاستيفا يسال بيقولوا له ده في حالة يعني في حالة لو في فعلا زواج فعلا عرفي، او في حالة زواج عموما من السيدة دي للطرف الاخر.
بيقولوا له اه فعلا هو جوزها بينزل وبيروح وبيجي وبيجي ساعة كذا وبيعمل ساعة كذا، وبيبدأوا يدوا له كل المعلومات اللي السيفا بيتحرى عنها، وبيبدأ يكتب التحريات دي بأن فعلا موجود شخص بيتردد على مسكن الحضانة والشخص ده جوزها. هنا بقى التحريات بتصدر، تمام. فبيروح الزوج متكرما بيرفع دعوة اسمها استرداد مسكن الحضانة واسترداد كمان حضانة الاولاد، عايز كمان حضانة اولادي خلاص، ما هي تزوجت بقى سواء عرف سواء رسمي خلاص تزوجت، فاصبح كده الحضانة بعد التسلسل اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده، فالحضانة طبعا تخصني. فالزوج بقى بيعمل دعوة ضم صغير وبيرفع دعوة استرداد مسكن الحضانة، تمام، وبيقدم فيهم صورة رسمية من المحضر اللي هو بتاع اللي احنا اللي هو عمله في الاول اللي هو كان اثبات الحالة، بصورة رسمية من التحريات اللي جت، ومن هنا بيتم لي الحكم باسترداد مسكن الحضانة وحضانة الاولاد كمان لو ما كانش فيه امها عايشة او اختها او ايا كان الـ يعني الاطراف اللي احنا اتكلمنا عليهم فيما بعدها. دي في حالة لو كان الموضوع يخص الاحوال الشخصية. طب في حالة بقى لو كانت هي بتاخد معاش والكلام ده، دي طبعا هنعمل لها حلقة خاصة بيها لوحدها كده، احنا بس اتكلمنا عن الجزئية اللي ازاي نثبت بيها الزواج العرفي للزوجة المطلقة او للسيدة المطلقة اللي بتاخد كمان معاش باباها او معاش طليقها او ايا كان المعاش بيجي لها منين، دي بقى بيصدر ضدها حكم وبيصدر ضدها الاموال طبعا اللي اخدتها. طبعا دي ليها حلقة تانية هنتكلم فيها ان شاء الله. المهم ان احنا دلوقتي اتكلمنا في نقطة ازاي الزوج يقدر يثبت زواج طليقته العرفي واسترداد مسكن الزوجية واسترداد حضانة اولاده او ضم حضانة اولاده. كانت معكم المستشارة القانونية أمينة سيد، أتمنى أكون قدرت أفيدكم بمعلومة قانونية حتى لو كانت صغيرة. انتظروني في لقاء آخر ومعلومة قانونية أخرى. شكرا، مع السلامة.